مرحبا 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 بكم يا أطفال في حصتكم مع عمو يزيد. وانتم تاني اللي راكم تشاهدوا فينا، إلا حبيتوا تحضروا معنا وتفرحوا كما هاد الأصدقاء اللي راهم هنا، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال. لما تشاركوا للحضور لازم شوية تعصب، لأن تسجيلات كثيرة وعمو يزيد حاب يستضيفكم كامل في الحصة. على بالكم في كل بداية حصة نتكلم على أيام دولية مهمة. في هذه الفترة هذه يوم 18 ديسمبر كان يوم عالمي مهم. وش هي لغتنا الأم؟ لغتنا الأم شو اللي عرفها؟ تعالي تعالي، واسمك بنتي؟ مريم. مريم شحال في عمرك؟ 9 سنوات. 9 سنوات. وش هي لغتنا الأم؟ اللغة العربية. اللغة العربية، برافو. العربية هي لغتنا الأم. يوم 18 ديسمبر هو اليوم العالمي للغة العربية. في سنة 1973 أصبحت اللغة العربية لغة رسمية رقم 6 في الأمم المتحدة. يا أخي أطفال، وعندي بعد مفاجأة جميلة في هذا المجال هذا. تحبوا الألغاز؟ لغز اليوم يقول، مش عارف إذا سهل ولا صعيب، دوك نشوفه. لوني أحمر وفي بعض الأحيان أصبح أخضر ويمكن أن أكون أصفر، من أنا؟ شاطرين شاطرين، معلش فكروا إلى غاية نهاية الحصة. أنتم وأصدقائنا اللي رم يشوفوا فينا بإمكانهم الإجابة عن اللغز عبر موقعنا الإنترنت عمويزيد.com بهذه الطريقة. أنت كذلك، جاوب وربح عن طريق الإنترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذن فكروا إلى غاية نهاية الحصة يا أطفال، أنتم وأصدقائنا اللي رام يشوفوا فينا، على بالي بلي شاطرين، بعدك نشوفوا شو يساب اللغز بس باش يفوز بالجائزة. حبيت نقترح عليكم اليوم شخصية مع فدوى. هذا الشخصية هو حملاوي محمد. يلا نروحوا نتعرفوا عليه. تصفيقة تصفيقة على فدوى. فضلي فدوى، تصفيقة على فدوى يا أطفال. تفضلي بنتي. السلام عليكم أصدقائي. تاريخ الجزائر حافل بأسماء خلدت فيه، وشخصية اليوم هي حملاوي محمد. حملاوي محمد المدعو مصطاش ابن التهامي من مواليد 1925، مجاهد جزائري كان من مجاهدي ناحية مسكيانة التابعة للمنطقة الرابعة بالولاية الأولى. ولد ببئر عباس الواقع شرق عين طويلة في وسط أسرة فقيرة تمتهن الفلاحة كمصدر وحيد لعيشها. حفظ ما تيسر من القرآن الكريم. التحق بصفوف جيش التحرير الوطني عام 1955 ضمن مجموعة تنشط تحت قيادة الشهيد الحسن مرير. شارك في عدة مواجهات ومناوشات مع العدو بشعبة لقب بعين أحجر القديمة في شهر مارس 1956، وفي نفس العام انتقل إلى جبل جرف بالمنطقة السادسة التابعة للولاية الأولى، حيث شارك في معركة جبل جرف. وفي عام 1957 انتقل إلى جبل المسلولة بالمنطقة الرابعة، حيث شارك في معركة المسلولة الشهيرة التي استعمل فيها العدو المقنبلات إلى جانب الدبابات والمصفحات، والتي استشهد خلالها محمد حملاوي. رحم الله شهداءنا الأبرار. شكرا 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 فدوى، شكرا بنتي، شكرا شكرا. عجبتكم الشخصية يا أطفال؟ إذن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. كما قلت لكم مقبلة، في هذه الفترة يوم 18 ديسمبر هو اليوم العالمي للغة العربية. عمو يزيد دار لكم أغنية نقول فيها لغتي يا أجمل اللغات، تغنوا كامل معايا يلا.
لغتي يا أجمل اللغات بك أعتز وأفتخر بك أعتز وأفتخر أصيلة عربية أنت وأنا من العروبة أنحدر ومن العروبة أنحدر لغتي يا أجمل اللغات بك أعتز وأفتخر بك أعتز وأفتخر أصيلة عربية أنت وأنا من العروبة أنحدر ومن العروبة أنحدر ورثناك من الأجداد يعشق في كل لسان ويطيب فيك الإنشاد أنت هي لغة الضاد ورثناك من الأجداد يعشق في كل لسان ويطيب فيك الإنشاد لغتي يا أجمل اللغات بك أعتز وأفتخر بك أعتز وأفتخر أصيلة عربية أنت وأنا من العروبة أنحدر ومن العروبة أنحدر من ألف تمتد الياء رائعة ذات بهاء كنور يسطع في الأرجاء أحرفك خطوط ودوائر من ألف تمتد الياء رائعة ذات بهاء كنور يسطع في الأرجاء لغتي يا أجمل اللغات بك أعتز وأفتخر بك أعتز وأفتخر أصيلة عربية أنت وأنا من العروبة أنحدر ومن العروبة أنحدر القرآن ستبقين لسان الدين خالدة عبر الأزمان في كل وقت وحين أنت هي لغة القرآن ستبقين لسان الدين خالدة عبر الأزمان في كل وقت وحين لغتي يا أجمل اللغات بك أعتز وأفتخر بك أعتز وأفتخر أصيلة عربية أنت وأنا من العروبة أنحدر ومن العروبة أنحدر برافو 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 إذا تحبوا ألعب الخفة؟ نعم. إذا يلا كامل نعيطوا لعمو نسيم اللي جانا من مدينة شرشال. تفضل عمو نسيم تفضل. Thank you.
برافو برافو برافو. عجبكم عمو نسيم؟ نعم. إذا تحبوا ألعاب الخفاء؟ نعم. الله يبارك. دركا راح نروحوا الركن أنا نحبه بزاف، هو ركن الحكاية. تحبوا الحكايات؟ نعم. إذا يلا مع عمو يزيد يحكي لكم حكاية المرأة الظالمة. يا أطفال كما وعدتكم مقبلة راح نحكي لكم اليوم حكاية المرأة الظالمة. المرأة الظالمة هذه حكاية فيها عبرة. واحد النهار كانت واحد العجوز، هاد المرأة العجوز سكنة وحدها، ولكن اشتد بها المرض، مرضت ولدها شافها مريضة جابها لعندو للدار. ولد هذا متزوج وعنده دراري، عنده زوجة وعنده، ولكن الحمد لله عنده زوجة صالحة. جاب يماه للدار، هذيك الزوجة ديالو كانت غلت بها، طيب لها، تغسل لها، تشوفها وش حابة وش خصها وش مشي خصها وكامل. واحد النهار ولدها هذاك الرجل اللي كانت عنده يماه دخل عند يماه، دخل عندها البيت نتاعها اللي كانت عنده في الدار. قالها واش يما راك مليحه ما خصك والو كامل؟ قالت له يا وليدي لو كان غير تشري شويه لحم من داك ما اناش كاع ناكلوه. سمع هكذا هو خرج هكذا راح عند مرته، راه عند زوجة ديالو الزعفان. قالها كيفاش ما عطيتيش لي ما اللحم وانا كل يوم راني نشري في اللحم هذا، انا نجيب لك اللحم كل يوم، اش ماكش تعطي لي ما؟ الزوجة ديالو قالت له والله غير راني نعطي لها كل يوم، نعطي لها اللحم انا كي تشري نعطي لها. مات قالت له استنى نحكي لك واحد الحكاية. قالت له بصح المشكل في كل مرة كي نحط لها طبسي هكذا فيه اللحم وكامل، يجي واحد الطائر غريب أسود يجي يخطف لها اللحم في كل مرة. قال والله غير نعس ونشوف أنايا. راحت زوجة تاعو حطت لها الماكلة هكذا، قعد هو يعس من بعيد هكذا، كي جات يماه تاكل اللحم جا هذاك الطائر الغريب أسود سرق لها اللحم. بعد دخل هكذا قال لها يما وش هو هذا؟ وشنو هذا؟ علاش يسرق لك اللحم واش كاين؟ ايه قالت له يا وليدي، قالت له هذا ربي ويخلص فيا على واش درت انا في عجوزتي. يعني يما زوجها كي كانت عندها كانت تنحي لها اللحم، كي تجي رايحه تاكل اللحم كانت تسرقه لها. ومن بعد ربي قالت له يخلص فيا وندمت، بقات تبكي وقالت له ندمت وكان غير ما درت لهاش هكذا وشوف درك راني نخلص وكامل. يعني الانسان لما يدير العيب ماشي مليح، يعني الانسان ما لازمش يكون قبيح، الانسان لازم دائما دائما يكون لطيف. عمو يزيد عمو يزيد، الحكمة التي نستخلصها من هذه الحكاية هي عاقية الظلم وخيمة في الدنيا والآخرة. برافو 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 بوبي. إذن يا أطفال عاقبة الظلم وخيمة، الإنسان الظالم ربي يخلصه دائما في الدنيا وفي الآخرة، ما لازمش نظلم الناس. بالمرات الإنسان يظلم الناس بدون قصد ولكن لازم يرد باله، الظلم مش مليح في المجتمع يا أخي، ما نكونوش ظالمين يا أخي. يا أطفال برافو برافو. يلا معي عجبتكم الحكاية يا أطفال؟ إذن لازم نبتعد عن الظلم يا أطفال، الظلم مش مليح في المجتمع تاعنا. إذا كان المجتمع تاعنا باش نعيشوا فيه هناء والسلام لازم نبتعد عن الظلم يا أخي. لحقنا درك الواحد الركن اللي نحبه بزاف هو ركن البريد. وانتم يا أطفال إذا حبيتوا ترسلونا باش عمو يزيد يقرأ رسائل تاعكم ما عليكم إلا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com وتضغطوا على الزرار آراء وملاحظات. بوبي شوف واش بعثوا لنا أصدقائنا البريد، تحبوا تسمعوا الرسائل تاع أصدقائنا؟ كاين شوف جميل 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 جميل، شحال نحب نقرا الرسائل تاعكم. شكرا بوبي شكرا 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 شكرا. إذن الرسالة الأولى من بالخضرية فاطمة 9 سنوات من مدينة نقاوس بباتنا. أحب عمو يزيد الحكاية والألغاز، قالت لي سالي على كل الأطفال. شكرا شكرا فاطمة من الخضرية، فاطمة من الخضرية من مدينة نقاوس من باتنا، نحيوهم كامل سكان ولاية باتنا. الرسالة الموالية بوعون آية 14 سنة من مدينة تبسة. تحياتنا لكل سكان ولاية تبسة عامة.
قالت لك أريد المشاركة، هل يمكن؟ بالطبع يا آية يمكن، ما عليك إلا توجه الموقع الإنترنت عمويازيد.com وتضغطي على الزرار شارك في حصتنا، وحنا ننتظروا باش نجيبوك معنا إن شاء الله ونفرحوا بك كي تجي لعندنا. الرسالة الموالية، بشرط لنا ياسمين 6 سنوات من الجزائر العاصمة، حصة رائعة للصغار أحبكم. لنا ياسمين حنا تاني نحبوك نحبوك نحبوك. الرسالة الموالية من مدينة بشار، الله يبارك، من راح ريهام 5 سنوات من مدينة بشار، 5 سنوات أنا نظن الوالدة تحول الوالد هو يكتب رسالة يا أخي، هي بالك قتلوا للأب تاعها ولا الأم قتلوا كتب لها رسالة ولا الأخ الأخت ولا الأخ تاني بالمرات. إذا حنا نسلموا على كاع العائلة. من راح ريهام 4 سنوات من مدينة 4.5 مدينة بشار، قالت لك أريد الاستمتاع معكم. إذا يا ريهام حنا تاني نريد الاستمتاع معك. إذا ما عليك إلا توجه الموقع الإنترنت عمويازيد.com للتسجيل للحضور. آخر رسالة اليوم من منجل بشرة 6 سنوات من مدينة عنابة، سلامنا لكل ناس عنابة. أمنيتي المشاركة مع الأطفال من سني في حصة المحبوبة من طرفي وطرف والداي وأخواتي. إذا بشرة منجل تحب الحصة هي والوالدين تاعها الوالدين وأخواتها كذلك، حنا نقول لها مرحبا بك بنتي، ما عليك إلا تسجلي للحضور. إذا عمو يزيد يحتفظ بهذه الرسائل هذه الجميلة هذه كامل. لحقنا دركا ركن النكت، شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي، شكون اللي عنده نكتة ولا حاجة يجي يقولها لي. تعالي بنتي أروحي أروحي بنتي تعالي. واسمك بنتي؟ خديجة مدني. وين تسكني؟ مدية. في مدية الله يبارك، شحال في عمرك؟ 7 سنوات. أوه شاطرة، احكي لنا النكتة تاعك بنتي. أغنية يلا. أنشودة عن الألوان، قلم الأزرق يرسم زورق، وسماء بها شمس تشرق، قلم الأحمر أخذ المنظر لون كل الورد الأحمر، قلم الأصفر نظر وفكر أين مكان اللون الأصفر. برافو برافو برافو. شكون عنده نكتة دركا؟ تعالي بنتي تعالي تعالي. واسمك بنتي؟ مريم. وين تسكني مريم؟ في عنطايا. شحال في عمرك؟ 9 سنوات. الله يبارك، واش حبيتي تقولي لنا اليوم؟ حنغنيكم أنشودة العيد. يلا بنتي يلا. يا فرحتي بالعيد ويومه السعيد، يجيء بالأفراح في الليل والصباح، أرى في أصحابي بأجمل الثياب، فيشتري لي أبي كل ما شئت من لعبي، فالعيد للأطفال يجيء بالأمال. برافو برافو برافو. شكون عنده نكتة جميلة ولا؟ تعالى 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 أقعد ولدي. واسمك؟ محمد. وين تكون محمد؟ في مدية أصلي تبسي. الله يبارك الله يبارك، صديقنا صديقنا. إذن تحياتنا لكل سكان ولاية مدية وولاية تبسة. شحال في عمرك محمد؟ 9 سنوات. 9 سنوات. تفضل ولدي، كنا نكتة تاعك ولا؟ أنشد عن الطيور. تفضل. ألا طيري ألا طيري وغني يا عصافيري، ألا طيري ألا طيري وغني يا عصافيري، لديك الماء والحب، لديك الحقل والعشو، لديك جوك الواسع، فطيري يا عصافيري، تعالي رفرفي عندي بلا خوف من الصيد، فإني لست صيادا، فغني يا عصافيري. برافو 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 محمد برافو. تفضل، عندك نكتة جميلة. تعال تعال اقعد ولدي. واسمك؟ عبد المالك. وين تسكن عبد المالك؟ سيدي نعمان. شحال في عمرك؟ 7 سنوات. واش حبيت تقولنا؟ اغنيتي هي
هي طاعتي للوالدين. اه الله يبارك، الله يبارك، تفضل تفضل. طاعتي للوالدين رمز أخلاق ودين وانتزام ويقين بسناد أمين، فإله العالمين قد دعانا أجمعين من بنات وبني لاحترام الوالدين، فهما رمز حنين وعطاء كل حين، كل باع بهما في جنان الخالدين. طاعتي للوالدين واجب عندي ثمين، فإني اليوم مدين لهما طول السنين. برافو 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 برافو، تفضل تفضل وليدي. شكون عنده نكتة جميلة؟ تعالي تعالي تعالي، نقعدي بنتي. واسمك؟ مريم. شحال في عمرك مريم؟ خمس سنوات. خمس سنوات، وين تسكني؟ في عفرون. في العفرون، خيار الناس بنتي، تحياتنا لكل سكان العفرون وولاية البليدة عامة. احكي لنا بنتي النكتة تاعك. غني لكم أمي وأبي. غني لنا أمي وأبي. أمي وأبي أصلي نسبي، لهما حبي لهما أدبي، صهيرة أمي غذت رسمي غذت عقلي كشفت همي، صارت خلقي صارت نطقي وحفظوا رب خلقي، وأبي تعب داق النصب حقوق منه طلب، أكلي شربي نومي وأبي حقني سكني من حق أبي، وحفظوا وحفظوا أمي. برافو 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 بنتي، برافو، تفضلي تفضلي بنتي. يا أطفال لحقنا دركا الجواب عن اللغز. على بالي شاطرين، على بالي على بالي. إذن اللغز قال لوني أحمر في بعض الأحيان أصبح أخضر ويمكن أن أكون أصفرا، هذه حاجة ممكن تكون بالثلاث ألوان هادو، شكون يعرف؟ تعالي تعالي أروحي منا بنتي. إشارة المرور. أوه أحمر أخضر وأصفر، برافو، ولكن مش هو الجواب. برافو بنتي، تفكير سليم 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 سليم. شكون اللي يعرف الجواب؟ تعالي تعالي بنتي. واسمك بنتي؟ أنسام. وين تسكني أنسام؟ في حطاطبة. في حطاطبة، وش هو الجواب؟ التفاح. التفاح، برافو برافو، شاطرة شاطرة. أعطيني الهدية تاعها، أعطيني الهدية تاعها. شكرا 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 بوبي. إذن بنتي احنا الشاطرين نعطيهم دائما هدية، هذا الشوب عمو يزيد كوب تشربي فيه الحليب والماء، وعندك كذلك ثلاث سيديهات عمو يزيد، في كل سيدي عندك 22 أغنية من حق الطفولة معلمي، ومبروك عليك النجاح، إن شاء الله تستفادي بهم بنتي، احنا نحبوا الشاطرين. إذن تفضلي تفضلي تفضلي، تفيق عليها تفيق عليها تفيق عليها. إذن الجواب عن اللغز كان التفاح. اليوم عندنا عيد ميلاد خديجة، سبع سنوات، تعالي بنتي أروحي أروحي بنتي، تعالي تعالي خديجة. إذن احنا راح نغنوا لخديجة عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو نتاعها. يلا تعالوا التحقوا بيا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي نقلب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نقلب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهر امرح نغني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات، نسهر امرح نغني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات. هذه
هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة إذن خديجة سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة زوج واحد يلا 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 عمو يزيد ساعدك نصفي نصفي عاونوها عاونوها زيدي 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 برافو 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 إذن أعطيني الشهادة نتاعها أعطيني الشهادة نتاعها إذن بنتي خديجة مداني خديجة هذه شهادة تصوير حصة مع عمو يزيد وإنجاحها في ظرف جميل هكذا وانتم كامل الأطفال غير تخرجوا عندكم شهادة هكذا تحتفظوا بها كذكرى يا أخي هذه الشهادة تاعك بنتي وبما أنك رسلتينا بخمس قاسمات من علب حليب رامي راعي البرنامج رامي يهديك هذه الدراجة الجميلة هذه إن شاء الله تعجبك وتستفادي بها يا بنتي فوالا تفيق عليها تفيقها تفيقها إذا أنتم تاني اللي حبيتوا تحتفلوا بعيد ميلادكم في حصة عمو يزيد ما عليكم إلا ترسلونا بخمس قسيمات على من علب حليب رامي على صندوق بريد 42 ألف ستوالي العاصمة إذا أنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت حبكم يا أطفال لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود وانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد